دور المجلس انه يدعم العلاقات الاقتصاديه، وكانت من الاولويات من الاستراتيجيه بتاع المجلس انه الدعم اللي هو يتمثل في كل الوسائل المتاحه للنقل. هنا في زيارتنا الاخيره للمنطقه الشرقيه مدينه بنغازي عندنا لقاء مع جل المسؤولين ورجال الاعمال في المنطقه الشرقيه، واكثر شيء كان انه غياب اللي لاحظناه غياب البضاعه التونسيه والخدمات التونسيه اللي تمثل في اليد العامله من قطاع اللي هلبا مجالات. هنا حكينا مع الرجال المسؤولين وطلبنا انه ضروري يكون يعني مركز ثقل اقتصادي في المنطقه الشرقيه التونسيه، وهذا ما نجم الا ب افتتاح خط تجاري من الجمهورية التونسية على المنطقة الشرقية بصفة عامة ومدينة بنغازي بصفة خاصة. من هنا نجم نعلم عبر ديوان الأعلام أنه خشينا في المناقشات في دراسة الجدوى لافتتاح خط تجاري بحري مدينة الجمهورية التونسية ما بين الموانئ التجارية التونسية وما بين الموانئ التجارية الشرقية وخاصة مدينة بنغازي. دخلنا في الأمور الجدية، حكينا مع الناقل البحري اللي موجودين في تونس يخدموا على ميناء طرابلس وميناء مصر، وقاعدين نعمل دراسة جدوى للخط البحري هذا، وطبيعي انه ضروري انه يكون في حد ادنى من الحاويات التجاريه اللي يتم نقلها كل اسبوع او كل اسبوعين من الجمهوريه التونسيه.